السلام عليكم متابعي قناة المنتخب نيوز، شكرا على تفاعلكم، شكرا على دعمكم المتواصل، ولا تنسى تشجيعنا بخطوتين: الاشتراك في القناة ودعمنا معنويا بضغطك على زر الإعجاب. تحدث أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن مسيرة ناديه ومنتخب بلاده هذا العام، وصرح حكيمي خلال استضافة عبر قناة الكأس القطرية: موسم بي اس جي لم يكن سهلا في ظل التوقعات الكبيرة والمنتظرة من الفريق، خاصة بعد إبرام صفقات كبيرة. وأضاف: كنا على وشك إقصاء ريال مدريد، ولكن تفاصيل صغيرة خانتنا وعلينا العمل لتفاديها في الموسم المقبل. وأشار: تتويج بلقب الدوري الفرنسي يبقى إنجازا مهما ليمنح الفريق الدافع والحافز للعمل بشكل أفضل في المستقبل. وعن منتخب أسود الأطلس قال أشرف حكيمي: مجموعتنا صعبة في كأس العالم، ولكن سنبذل أقصى ما في وسعنا لإسعاد الجماهير المغربية، وأتمنى أيضا التوفيق للمنتخبات العربية. ويلعب المنتخب المغرب في مجموعة السادسة رفقة بلجيكا وكرواتيا وكندا. وواصل الدولي المغربي أيضا: قدمنا أداء مميزا في كأس أمم الإفريقية، ولم تخدمنا أيضا بعض التفاصيل في مباراة مصر بالدور الثمانية، ولا يمكن إغفال أن معظم اللاعبين يشاركون في البطولة لأول مرة، لذا نتطلع لمستوى أفضل في النسخة المقبلة. توج إنتراخت فرانكفورت الألماني قبل قليل بلقب كأس أوروبا ليج عقب فوزه في المباراة النهائية على غلاسكو رانجرز الاسكتلندية بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي كان ملعب إشبيلية الإسبانية مسرحا لها. وانتهى الوقت القانوني من المباراة بهدف لمثل، حيث تقدم الفريق الاسكتلندي في النتيجة في الدقيقة 57 قبل أن يسجل الفريق الألماني هدف التعادل في الدقيقة 69. ولم يشارك الدولي المغربي أيمن برقوق في المباراة النهائية، لكنه تواجد داخل رقعة الميدان حينما أعطى مدرب إنتراخت فرانكفورت تعليمات للاعبين قبل تنفيذ ركلات الترشيح. وفاز الفريق الألماني بركلة ترجيح 6-5، وظهر برقوق لاعب خط أسود الأطلس خلال مراسم توزيع الجوائز متوشحا بالعلم الوطني المغربي. رصدت إدارة فريق الاتحاد من حمالية ضخمة من أجل تحفيز لاعبي الفريق للفوز بنتيجة المباراة التي ستجمعهم بنادي الهلال الاثنين المقبل. ويعمل مجلس إدارة فريق الاتحاد التي يدافع عن ألوان الدولة المغربي عبد الرزاق حمد الله على تحفيز اللاعبين ماليا من أجل كسب مباراة المرتقبة ضد الهلال. وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة فريق الاتحاد حددت 250 ألف ريال سعد لكل لاعب من أجل الفوز بالمباريات الأربعة المتبقية في منافسة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام كل من الهلال الطائي الاتفاق والباطن. فوز الاتحاد للهلال سيوسع الفارق بينهما إلى 90 نقاط كاملة، ما يعني الحاجة بعد ذلك إلى نقطة واحدة فقط من أجل حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. دخل فريق بكشتاش التركي على خط التفاوض مع الدولي المغربي رومان سايس لاعب فريق ويفرهامبتون الإنجليزي من أجل ضمه خلال مرحلة انتقالات الصيفية. وكشفت تقارير صحفية أن الفريق التركي عبر عن رغبته في ضم عميد المنتخب الوطني خلال الميركاتو المقبل في ظل انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي. وقالت إن مهمة الفريق التركي لن تكون سهلة في التعاقد مع اللاعب المغربي بسبب المنافسة القوية التي سيشهدها بحكم تلقي اللاعب لبعض العروض. وتضع بعض الأندية في خليج العربي كالنصر السعودي والفرنسية عميد المنتخب الوطني ضمن دائرة اهتماماته للاستفادة من خدماته خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة. يشار إلى أن اللاعب سايس لم يحسم في أمر استمراره مع الفريق الإنجليزي، ويرتقب عن ما ستسير عنه المفاوضات مع إدارة ويفرهامبتون. Yeah.
وجه روبرتو مدرب منتخب بلجيكا اليوم الأربعاء دعوة للويس أومبيندا المغربي الأصل البلجيكي الجنسية من أجل الانضمام إلى منتخب الشياطين الحمر للمباراة الخاصة بفترة التوقف الدولية. ويتوفر أومبيندا الويس الراجية على ثلاث جنسيات مغربية كونغولية وبلجيكية، لكنه حسم اختياره بالدفاع الألوان المنتخب الشياطين الحمر. وكانت جامعة الكرة تحاول إقناع لويس أومبيندا بالدفاع الألوان الأسود، لكن النجم في تيس أرنهايم الهولندي فضل حملة ألوان منتخب بلجيكا. ويبلغ أومبيندا من العمر 22 سنة وخاض 84 مباراة مع فيتيس وسجل 34 هدف. يحتفظ النجم البرازيلي رونالدينيو بذكريات كثيرة في المغرب، حيث كشف أسطورة برشلونة السابق عن حبه وتقديره الكبير للمملكة في المقابلة له مع تلفزيون الفرنسي سينيوز على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا. ونوه رونالدينيو أيضا الذي غالبا ما يقضي وقتا ممتعا في المملكة المغربية بحسن ضيافة الشعب المغربي، وصرح في كل مرة تتاح لي فيها الفرصة للذهاب إلى هناك المغرب يتم الترحيب بي بشكل جيد وألعب أيضا كرة القدم. المغرب بلد أقدره دائما كما لدي العديد من الأصدقاء المغاربة. ويملك نجم الكرة العالمية البرازيلي رونالدينيو ذكريات راسخة في المغرب، خاصة تلك المتعلقة بنصف نهائي كأس العالم للأندية 2013 بين أتلتيكو مينيرو والرجاء الرياضي. عبر أشرف حكيمي عن سعادته بأخبار المتعلقة بعودة مرتقبة لبعض أسماء للكتيبة الوطنية، مؤكدا من جهة أخرى أن تفاصيل صغيرة هي في من وقت وراء الإقصاء التي تشرعت هذه الأخيرة في كان الكاميرون. وشهدت الأيام الماضية زيارة من الناخب الوطني واحد خليل الزيش لأمستردام الهولندية، حيث اجتمع بنصير مزراوي في محاولة لرأب الصدى بين الطرفين. كما أجرى اتصال المحارس الذي وعده بالعودة لصفوف المنتخب المغربي فضلا عن محاولة صلح مرتقبة بينه وبين حكيم زياش. وقال حكيمي في حوار مع قناة الكاس القطرية: هناك أشياء تحدث في المنتخب المغربي والمدرب هو المشرف على المجموعة، الباب مفتوح أمام أفضل اللاعبين وأنا سعيد بهذه الأخبار. وتابع في تعليقي على محاولة الصلح الأخيرة بين الناخب الوطني واللاعبين السابق ذكرهم: إنها أمور إيجابية وتساعدنا على تحقيق هدفنا بالدفاع عن راية الوطن. المنتخب المغربي يرحب بأفضل من يريد المجيء فمرحبا. وعن إقصاء من كأس أمم إفريقيا الأخيرة: قدمنا عروضا كروية جيدة لكن كانت تنقصنا تفاصيل صغيرة، لدينا لاعبون جيدون وكانت أول بطولة للعديد منهم، كانت تفصلنا بعد التفاصيل في مواجهة مصر. بعد كل ما تم الترويج له حول رفض زياش اللقاء بالناخب الوطني واحد خليل الزيتش بعد اللقاء مع نصير مزراوي، فإن مصادر موثوقة أكدت بأن الناخب الوطني رتب لقاء مع حكيم زياش وسيلتقي به قريبا بالعاصمة اللندنية لإنهاء الخلاف بينهما قبل الندوة الصحفية التي سيعقدها وحيد يوم 25 مايو الجاري بمركز محمد السادس بكرة القدم بسلا. مصادر أكدت بأن زياش رحب باللقاء مع الناخب الوطني بخلاف ما تم ترويج له، وأن اللقاء سيحمل خبرا سارا للجماهير المغربية التي ظلت تنادي بإعارة نجم تشيلسي للمنتخب الوطني. مصادرنا أكدت بأن زياش لم يسبق له ورفض اللقاء بوحيد بالرغم أنه قرر اعتزال اللاعب دوليا وظل يساند المنتخب الوطني في كل المباريات عبر تدويناته، وظل أيضا يحمل حبا أبديا للفريق الوطني الذي قدم عدة سنوات لم يصدر منه لا حقدا ولا كراهية، وهو الذي اختار الدفاع ألوان قميص المنتخب الوطني عن قناعة وحب. كشف الاتحاد الدولي اليوم الخميس عن قائمة الحكام الذين سيديرون مباراة كأس العالم قطر 2022، وضمن القائمة 36 حكم ساحة و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو. وجرى اختيار الحكمين الدوليين المغربي رضوان جيد وعادل زراق ضمن حكام الفيديو، وضمت قائمة حكام الساحة 6 حكام فارقة بينهم: سيكازوي باكاري غاساما، فيكتور غوميز ومصطفى غاربيل ومخيد نضيّة.